بنحاول نوصل للناس، بننزل الشارع. احنا النهارده لو في يعني موجودين مع حضراتكم مع مكان، لا احنا مش بس بنقعد هنا، هنقعد في الشارع مع الناس. محتاجين نسمع منكم اكتر من اي حاجه، بس كان ضروري نقول لكم هو ايه اصلا الحوار الوطني وتشتركوا فيه ازاي. مشاركتكم النهارده معانا اللي هناخده منكم هيتنقل زي ما هو، لما بتشوفوا نواب قدامكم بيمثلوكم في اي قطاع هما صوتكم. فاحنا النهارده هنسمع من حضراتكم علشان ننقل التحديات دي ونبقى فعلا صوت حقيقي لحضراتكم، وان شاء الله تكون امانه ونكون احنا قدها. تجربتنا في التنسيه بتقول ان احنا ما رحناش اي مكان الا لما كان صوت الناس الحقيقي بيوصل، واحنا لو حسينا ان القاعه مكسوفه او القاعه مش عايزه تتكلم احنا هنخليها تتكلم، وتتكلم باعلى سقف ممكن يتكلموا بيه وباعلى حريه هم عايزينها.